نغطيوه عليه نخليوه يطيب على خاطره شويه عليه كسكسو راه حنا حضرناه غير بحال الوقت نعم وننتقلوا نصوبوا التفايل اللي قلنا هي خاصه اللي غنديروا بطبيعه الحال شويه ديال الزيت شويه ديال الزبده الزبده شويه ديال الزيت عاديه ها هي اذا التفايا كنحضروها على جنب التفايا تنعرفونا التفايا الناس كلهم عارفين بانه البصله مقطعه مشلضه ولكن حنا غنديروا بهاد البصله اللي هي صغيره حنا قبيله قلنا هاد البصله كانوا هي طريقه جديده ودائما حنا عودنا الاوفياء ديال برنامج مأدوبه على وصفات اللي كتكون مبتكره تماما عندها واحد الضوء خاص بها بطبيعه الحال غنديروا ليها مليحه شويه ديال العطريه ضروري مليحه مزيره نحاولوا نديروا شويه ديال البزر ابيض وعندنا شويه ديال السكنجبير فقط وتنحاولوا نحركوها مزيان ها هي تتحمر مزيان تنعطيوها الوقت عرفتي شنو من تتحرك هكذا تدل داك تتونفلوبا تتغطى تتولي بحال المعسله كراميليزي دابا ملي تعسلات مزيان عاد غنضيفوا ليها بطبيعه الحال واحد شويه ديال الروا من المرق باش كتاخذ ديك اللذه ديال التوابل باش تطيب اللحم تمام خصها تاخذ شويه ديال هنايا باش طيب فيها بعد بطبيعه الحال من غطيب في هذا الروا عاد من بعد غنشرب الروا هي هاد التفاياسي هو اللي كنضيفوا لها حنا كنلاحظ بانك حطيتي السكر والقرفه القرفه ضروري لكن بكميه قليله ما كتجيش على طيب الحلاوه الناس بزاف الناس ما بقاوش بزاف يستعملوا بزاف راه عارف الناس شويه ولاو تيتهربوا من السكر من هذا ولكن من الاحسن يوليو يولفوا على قليل ديال السكر شويه ديال السكر شويه ديال القرفه باش نديروا التعسيله نعم ومن بعد غنضيفوا الزبيب كنضيفوا الزبيب ونضيفوا التمر في اخر لحظه نعم باش كياخذ ديك البنه تماما البيض غنزينوا به وكتكسو راه موجود عندنا غير غنسخنوه نعم هذا هو اذا ما تبقى من المراحل غادي نشاهدوه من خلال الصور يا كاسي هواري مشاهدينا الكرام لكم حال المقادير والصور ونرجعوا لكم مع وصفه مواليه خليكم معنا باش نحضروا سكسو تفايا مزيان بالتمر والبيض غادي نحتاجوا الاطراف من اللحم الغنمي جوج بصلات مقطعين على شكل طولي زلافه من الحمص مرطب ليله كامله جوج كيلو من البصيلات صغيره ملح ابزار ابيض ابزار اسود سكنجبير زعفران ملون اصطناعي زيت زيتون زبيب تمر سكر سنيده جوج اعواد من القرفه قرفه غبره زيت المائده زبده بيض مسلوق للتزيين وسميده السكسو مبخره مسبقا اقتراحنا الثاني مشاهدنا الكرام غادي يكون عباره عن كوكلي معمر على فراش من العجائن فغادي نتعرفوا حالا على الوصفه وخصوصا على المقادير. تماما اختي دليله عندنا دي اسمح لي عندنا دي كوكلي اللي هما معمرين وبالنسبه للمرافق اللي قلتي او فراش ديال لي طاكلياتيل ولا نعم. دي بات غنديروا دي بات غراتيني بطبيعه الحال ناخذوا شويه من لافارس العمليه الاولى غنبداو نصوبوا لافارس غنصوبوا لافارس